هذه هي مصر، مصر العظيمة التي ضحى شعبها بالكثير على مدى قرون وعقود طويلة من الزمن. هذا الوطن هو بيتنا، هو الدافع لنا دائما إلى التقدم إلى الأمام. أعتقد أن عبد الفتاح السيسي المواطن المصري، القائد العسكري، رئيس الدولة المصرية، عندما تحرك وواجه بكل قوة وبكل جسارة أعداء الوطن، إنما كان يفعل ذلك لأنه مصري، ولأنه يخاف على هذا الوطن، ولأنه مستعد أن يضحي بحياته وأن يكون عرضة هو وأسرته وجيشه للإرهاب دفاعا عن هذا الوطن. ما كان يمكن أبدا بعد أن وصلنا إلى شفا الحرب الأهلية أن ننتصر ونحقق هذا الانتصار العظيم بعد ثورة 30 يونيو دون أن يكون هناك قادة وضباط وجنود في الجيش والشرطة استطاعوا في لحظة ما أن يعلنوا انحيازهم العلني والواضح، وأن يعزلوا جماعة الإخوان الإرهابية التي سيطرت وهيمنت وأرادت طمس الهوية الوطنية المصرية وإدخال الشعب في أزمة كارثية ما كان لنا أن نخرج منها. احنا كنا على شفا حرب أهلية، دي الحقيقة. بعض الناس اللي بتنسى، اللي عندها ذاكرة السمكة، بينظروا إلى اللحظة. احنا تعبانين واحنا أوضاعنا صعبة، وأنا ما بقولش حاجة، أنا بقول ده حقيقي ماشي، لكن أنا عايزكم بس تعرفوا وتتذكروا بعضا من صفحات هذا الوطن في هذا التاريخ، وكيف استطعنا جميعا وسويا أن نقف وقفة عز وأن ننتصر. لما انحاز السيسي وانحاز الجيش المصري، حاز الشرطة المصرية، حازت مؤسسات الدولة إلى الشعب في ثورته العظيمة، بدأ المتآمرون في مؤامرتهم. شفنا الهجوم على الحرس الجمهوري، شفنا ربعة واللي حصل فيها، شفنا أقسام الشرطة بتحرق، شفنا ما حدث في كرداسة، شفنا اللي حصل في الكنائس والميادين والمساجد، شفنا حرب تنتقل إلى الشوارع. أنت عانيت منها وأنت قلقتي على ابنك فيها، كلنا خفنا على مصر في اللحظة دي. فكان التفويض يوم 26 من يوليو، لما وقف السيسي يوم 24 وقال أنا بطلب تفويض عشان أواجه، عشان أستطيع أن أحمي البلد بعد أن انتشرت الحرائق في كل مكان وبدأت المؤامرات على أرض الواقع في قتل وتشريد ومشاكل وأزمات، حتى تحولت البلد إلى ساحة للمؤامرة التي نفذت في كثير من الأماكن في هذا الوقت.